انت فيديو؟ اه يا فندم. اوكي، انا محمد عفان، شغال شركه الجرافات البحريه بالامارات العربيه. احنا جايين الزياره دي عشان اعمال التكريك القادمه ان شاء الله، عشان نساعد هيئه قناه السويس تكمل المشروع في الوقت المحدد والمناسب ان شاء الله. فجايين نعاين الموقع ونشوف التربه شكلها ايه عشان نختار المعدات المناسبه ليه. دي أول مرة يا فندم تعملوا في هذا النوع من العمل؟ لا، احنا الشركة خبرتها فوق 35 سنة في المجال ده. في منطقة الخليج كلها. أنا قصدي في حفر القنوات أو حفر قناة عملاقة بهذا الحجم. لا، عندنا في مشاريع عملاقة أصعب في التنفيذ، بس مش بحجم نسميه الحجم المالي اللي عليه المشروع ده في الزمن ده، يعتبر قياسي. ولكن أصعب في التنفيذ، في مشاريع قابلتنا أصعب بكتير قوي من المشروع. هل تعتقد سيادتك ان الوقت اللي حدده السيد رئيس الجمهوريه بعام كافي لانجاز هذه المهمه؟ يعني بعد تضافر كل الجهود وكل الادارات وكل الاسوريتيز ان شاء الله. ان شاء الله.